طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الشرابة بالعراق يعني العرق شيء. أردحش وياكم بهالطريقة. أنتوا من أيام هارون الرشيد؟ لا، مو من أيام هارون، من اختلق العراق قبل 8000 سنة. بس قلولي منو اللي وقف وياكم؟ أكو قلولي فلان مثلاً وقف ويانا ودافع عنا وعن حقوقنا وطالب بحرياتنا الشخصية، منو؟ ماكو ولا واحد. يا يهودي يا عبد. انا وقفت وياكم، هسه شنو المطلوب من عندكم؟ يعني انا وقفت وياكم وانتوا اشرف من غيركم. من جيت القرن كله وشاحن، لا عدتنا لا نبض ولا قادن يا شاحن. ايها العرق شي، كلكم اخاطبكم توقفون وياي مثل ما انا وقفت وياكم. على مود الشمس وشاحن. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في الجزء الأول من هذه الحلقة أو نقارن ما بين ما حدث يوم أمس في الانتخابات التركية وبين الانتخابات في العراق. معروف أنه يوم أمس تمت أول انتخابات رئاسية تشهدها الجمهورية التركية بعد التعديل الدستوري الذي تم في العام الماضي، وصوت عليه أكثر من 50% من الشعب التركي. البارحة صارت انتخابات في تركيا، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، وفتحت صناديق الاقتراع الساعة 8 وقفلت الساعة 5 العصر، من 8 الصبح إلى 5 العصر، وبدأت تطلع النتائج شيء فشيء، وقبل منتصف الليل كانت أنه النتائج النهائية ظهرت. احنا نريد نتكلم في هذه الحلقة ما الذي يختلف ما بين العراق وتركيا. العراق طبعا، في العراق الانتخابات منذ العام 2003 ولغاية الآن، إذا تحدثنا عن الانتخابات اللي مضى عليها تقريبا أكثر من شهر، تمت عبر أجهزة إلكترونية كما اشترتها الحكومة ب 100 مليون دولار، 100 مليون دولار هذه الأجهزة الإلكترونية اللي تكلمت عليها الحكومة في العراق بأنها أجهزة متطورة وسوف تساعد على إظهار النتائج بسرعة. وشفنا اللغط والتزوير اللي صار بالانتخابات في العراق، ولغاية الآن لم تحسم القضية، وراها صار موضوع العدو الفرز واتهام المفوضية من قبل الكثير من أعضاء البرلمان، وعقد جلسات طارئة في البرلمان، وانتداب قضاة من قبل المحكمة الاتحادية بعد إصدار المحكمة الاتحادية بأن قرار البرلمان بإعادة العدوى الفرز يدويا، رجعوا إلى اليدوي لأن الأجهزة الإلكترونية طلعت ما تفيدهم الجماعة ولا تعجبهم. واليوم يتم الحديث عن أنه العدوى الفرز اليدوي فقط في المراكز اللي تلقت المفوضية شكاوى بوجود تزوير في هذه المراكز. البارحة في تركيا، دولة مجاورة إلى العراق، قبل 15-16 سنة كانت دولة تقريبا نفس الفترة. إذا تحدث يعني رعاة العملية السياسية بعد العام 2003 بأن العراق كان يعاني ما يعاني قبل العام 2003 من نظام دكتاتوري وإلى آخره، من هذه الكليشة اللي حفظناها ومل منها الشعب، الفترة متقاربة تمت انتخابات ولم تستخدم فيها أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وما اشتروا تركيا أجهزة 100 مليون دولار، وبيوم واحد طلعت النتائج. ومو بس انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، تصويت يدوي عبر أوراق ومفوضية وقضاة مشرفين ومراقبين دوليين من يعني تقريبا كافة أنحاء العالم، بالتحديد من الاتحاد الأوروبي، راقبت هذه الانتخابات ومفتوحة
يعني وسائل الإعلام العالمية كانت متواجدة في هذه الانتخابات تنقل الحدث أول بأول، وطلعت النتائج وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة أكثر من 52%، وحصل مرشح الحزب الجمهوري محرم إنجا على تقريبا 30%، ومرشحين آخرين حصلوا على نسب قليلة، وفضت السالفة وخلصت والناس طلعوا احتفلوا ولا تكلموا على تزوير ولا قالوا والله الصناديق احترقت ولا قالت والله أكو تزوير. دولة مجاورة إلى العراق، شنو اللي يمنع الحكومة الحالية أو العملية السياسية من أن تنجح مرة واحدة في إجراء الانتخابات؟ خلونا بالله نأخذ صورة عن النتائج النهائية اللي جرت في تركيا. إذا نشوفها الآن السيد المخرج، نشوف هذه الصورة، نشوف هذه النتائج النهائية طبعاً اللي طبعاً هاي من وكالة الأناضول الرسمية التركية. نتائج نهائية في الانتخابات الرئاسية التركية، 52.58% للرئيس أردوغان، وهو الفائز في أول انتخابات رئاسية تشهدها تركيا. ومثل ما أشرنا إلى مرشح الحزب الجمهوري محرم إنجا 30.64%، المرشح الكردي دمرداش أخذ 8.9%، مرشحة أخرى أخذت 7.3%، وكما نشاهد المرشحين الآخرين أخذوا نسبة قليلة. والأحزاب كذلك، تحالف الشعب اللي يضم العدالة والتنمية والحزب القومي أخذ 53.56%، والأحزاب الأخرى أخذت نسبة أكثر من 33%، وأحزاب أخرى أخذت 11% كما نشوف 0.69%، وحزب آخر أو أحزاب أخرى صغيرة أخذت نسبة 0.7%. هذه النتائج النهائية بيوم واحد خلصت السالفة، وما قالوا والله خلينا نقعد وتحالفات عابرة للطائفية كما يقولون، وما تكلموا وقالوا إجا قاسم سليماني عليهم ولا إجا السفير الأمريكي قالهم لا النسبة قليلة ارفعوها. لم يتم هذا الحديث ولم نرى هذا الشيء ليمنع. هناك من يتحدث، بأنه وبالفعل هذا واقع حال هذه الدول التي تتمتع بالسيادة. أما الدول ناقصة السيادة مثل ما حصل في العراق بعد العام 2003، فتلقى إيران تتدخل من صفحة، تلقى أمريكا تتدخل من صفحة، تلقى دول أخرى ومخابرات دول أخرى تدعم حزب وكتلة على حساب حزب آخر. هذا اللي صاير بالعراق مع الأسف. يعني مثلا اليوم مجلس المفوضين قرر وهو من القضاة المنتدبين للإشراف على إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات البرلمانية، إعادة عملية العد والفرز اليدوي فقط للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة لمفوضية الانتخابات في الداخل وفي الخارج. مثلا الناطق باسم المفوضية وهو ليث حمزة قال بأنه تم الإعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات التي حصلت فيها شكاوى بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني تحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في بغداد. وأكد أنه في وقت لاحق سوف يحدد مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين. يعني عملية سياسية لم تنجح حتى في ما يؤهلها لمسك زمام السلطة والحكم في البلد وهي العملية الانتخابية. كل انتخابات تمر على العراق كل 4 سنوات، كل انتخابات برلمانية، مو انتخابات رئاسية وبرلمانية مثل تركيا اللي صار البارحة، لا انتخابات برلمانية وكل 4 سنوات، ويجر الموضوع 6 شهور، يجر الموضوع سنة حتى تعرف النتائج وحتى تشكل الحكومة. ويعني ندخل في متاهات في هذه الانتخابات اللي شهدها العراق بعد العام 2003. أريد نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، شلون تشوف الانتخابات البارحة في تركيا والانتخابات اللي صار لها أكثر من شهر في العراق
لم تحسم لغاية الآن. معنا اتصال أبو عبد الله من كركوك. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخ عمر؟ حياك الله عيني أبو عبد الله، تفضل. حبيبي عمر، يعني إحنا إذا نبي نسوي مسار نبيل من انتخابات العراق وانتخابات تركيا، لا يمكن أن تكون مقارنة بين العراق وتركيا. تركيا دولة مستقلة وسيادة وانتخابات قائمة على تركيا. أما في العراق يا أخي العزيز، بالله علينا يعني لحد الآن شو اللي يقدر نبيه يكون فيه التوقيع على أساس أن يكون انتخابات تجيها؟ يعني إحنا في 2018 نسبة الانتخابات 20%، صدقني لا صدقني صدقني نحن عايشين حالة. يعني أنا في كركوك من ثلاث انتخابات التزوير تجيء آخر مطاف أنه تكشف التزوير من الشعب يقوم بحماية الصناديق لحد ما يسلمها المسؤولة، وهذا الإنتاج لحد الآن يطلعون بأمور غير شرعية، أنه شلون يعني راح يفرشون العبد اليدوي ويتحولوا من يتفرق. نعم. أبو عبد الله من كركوك كان معنا. طبعا البارحة شفنا عبر يعني مقاطع الفيديو اللي تم تداولها والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات، يعني حتى مفوضية الانتخابات في تركيا ذهبت بصناديقها إلى بيوت العجزة والمرضى للبيت، والكاميرا تصورهم تدخل للبيت للشقة، يصوت العاجز الكبير في السن المريض يصوت. مثل هاي الصورة على سبيل المثال، هاي الصورة الآن شوفها، امرأة مسنة قاعدة بشقتها، جت عليها مفوضية الانتخابات إلى البيت بطريقة شفافة بطريقة حضارية وانتخبت، وبعدين رجعت مفوضية الانتخابات إلى المركز الانتخابي، لا مباق الصندوق ولا تزورت الورقة الانتخابية ولا أي شيء، لأن الناس تحب بلدها وعملية سياسية صحيحة ما أسسها محتل ولا أسسها أجنبي ولا تدخل بيها دول إقليمية ولا حرك المذهب ولا حرك الدين، لا هو اللي حرك البلد خوفه على وطنه، خوفه على بلده وعلى مستقبل وطنه. طبعا نسبة أكثر من 90%، أكثر من 90% من المواطن، من نسبة المواطنين الأتراك اللي حق لهم التصويت بالانتخابات راحوا صوتوا بالانتخابات، أكثر من 90%. وبالعراق باعتراف السياسيين ما صارت 20% من مجموع 11 مليون، 11 مليون راحوا حدثوا سجلاتهم الانتخابية، يعني تقريبا 4 مليون بعد التزوير، يعني 20% أقل من 20%. بعد ما أجى السفير الأمريكي كما تؤكد مصادر وتكلموا بها سياسيين كثيرين مثل النائب الزبيدي وغيره، بعد ما أجى السفير الأمريكي قال لهم لا سووا النسبة 44، يعني 44 من 11 مليون ما صاروا 4 مليون ناخب. البارحة 56 مليون ناخب بتركيا، وتمت العملية بنجاح، وبيوم واحد فضلوا السالفة وطلعت النتائج، وكل من راح نام ببيته مرتاح. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ عمر. طبعا أريد أن أنوه إلى نقطة كلش مهمة. بارحة قبل يعني إعلان النتائج، بعض القنوات الرويبضة العالمية المنافقين العالمية وبعض الإعلام العربي طلع قال إنه راح يشوف هذه الانتخابات التزوير، شوف منها استقام بدون بالدعايات التزوير والتشويش على الانتخابات من تركيا، لكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد. زين، ورا فترة آخر قبل هذا عرف محرم إنجا عرف إنه فشل خلاص، هو طلع بنفسه اعترف قال أنا فشلت، قال في فشلتي مواجهة الأعداء، هو يعتبر أعداء هذه المعركة الانتخابية فشلت بها، وتعذروني أنا قال للأصدقاء قلم تعذروني. فالإعلام كان كاذب، شوف الإعلام الكاذب يأثر على عقل
المواطن الانسان ياثر عليه تاثير مباشر بصراحه. يعني ما قال الرجل جبالكم. الرجل يعني ابو عمر جبالكم مو بس نعم. كل واحد طلع قال كلمه خلاص صدقتوه نعم. وهاي من نبوءات الرسول عليه الصلاه والسلام، قال في فتن اخر الزمان يصدق الكاذب، يصدق الكاذب. وفعلا العالم الصدق بالكذاب، العالم الصدق يعني قال كلام خلاص انت غير تتحقق من عنده، غير تتاكد من عنده. لكن بعدها من تم اعلان الحجاز في دول اوروبا واعلان الحجاز في بعض الدول العربيه، فكان النتيجه انه رجب انتصر على محرم في شهر شوال. رجب انتصر على محرم في شهر شوال. ماشي يا ابو عمر، خلينا بموضوع المقارنه، خلينا بموضوع المقارنه. شنو اللي يمنع، شنو اللي يمنع يعني 100 مليون دولار فقط شراء اجهزه، عشرات الملايين من الدولارات اذا حسبناها رواتب لموظفين في المفوضيه، سيارات، مصاريف، نثريات الى اخره. يعني عملية والدعاية الانتخابية، الدعاية الانتخابية كلفت 4 مليار دولار بالعراق، ولغاية الآن السالفة ما فضت مع الجماعة. أستاذ عمر تدري شنو السالفة؟ مو قلت لك هو يصدق الكاذب؟ يعني هذا صار له 15 سنة جاي يدمر بالعراق، يقتل بالعراقيين، نعم، يسرق أموال العراقيين، ينصب عليهم ويحتال عليهم. يعني هو ما عنده حل، هو مو بيده، هو مجرد أزلكم الله كلب مطيع. بوبي تعال بالإنجليزي يصيحوا له، بوبي تعال بالإيراني يصيحوا له طق بيا، طق بيا، يعني تعال يا كلب حق اللي يسمع يقولوا له. زين أنت جاي تقول له إنه العراقي تريده يفتهم هسه هذا شنو السالفة؟ ترى هاي ما صايرة، هاي هو 15 سنة ما فهمها، هسه يفتهمها يا أستاذ عمان الله يخليك. هذولا مو بيديهم، هذولا ما يحلون البطولة، هذولا مجرد أدوات بيد أمريكا وبيد إيران، لا أكثر ولا أقل. تريد تفصل أمريكا تلبسهم على العلية اللي تفصل لهم إياه، هم ذولا ما ذولا سووا لك. أردوغان كان مدير بلدية، أردوغان كان مدير بلدية، يعني مدير بلدية إحنا عندنا بغداد بالشمال، هو شنو دوره مدير بلدية؟ هو يحافظ على النظافة وعلى هذا، صعد إلى عضو بالبرلمان، صعد إلى رئيس وزراء، صعد إلى رئيس جمهورية، ثم أسس الدولة التركية الحديثة، تأسست غصبا ما على خشم اللي كل واحد ما يرضى بهذا الشيء، الدولة التركية الحديثة تأسست. هذول رجعونا إلى 10,000 سنة، عمر العراق 8,000، رجعونا إلى 10,000 سنة قبل الحضارة العراقية اللي هي أقدم حضارة. زين هم مو يقولون إحنا أحزاب، هذا ما عندي شيء. ماشي، هم أبو عمر، أبو عمر هم مو يقولون احنا احزاب اسلاميه وفكر اسلامي وجايين نطبق شرع الله في الارض ونحن خلفاء في الارض في العراق. شرع الله وينه؟ بس فهمياه، وين شرع الله؟ نعم. شرع الله وينه؟ هو هسه عندك انت النازحين بالمعسكرات الخطيه، هاي معسكرات الاعتقال، هاي مو مراكز النازحين. هذا هو حيدر، شوف كيف خبيث، يعطي امر يقول لك على اساس امر قانوني انه خلي يرجعون النازحين، يطلعون من المعسكرات الاعتقال، من مراكز النازحين، خلوهم يرجعون الى مدنهم. يقول لك والله القوات الامنيه ما تقبل، لحد انت حسب يسمع كت حيوان بالنسبه للجندي وللشرطي وللميليشيات، ماكو هاي الميليشيات السائبه القذره، كت انت بالنسبه ما لك كل قيمه، وانت لا تعتبر لا شيء، وانت تعتبر مو قوات مسلحه، وانما حاجه يسمع قوات هذا. يعني ما نريد نتفق بهاي الالفاظ ابو عمر. يعني احنا نشوف هسه بالمقطع، مقاطع الفيديو الان، يعني اوراق بسيطه، اوراق بسيطه، وكل ورقه بها شعار الحزب او صوره المرشح الرئاسي، انتخابات رئاسيه وبرلمانيه. يجي المواطن يحط علامه صح على المرشح اللي يريده او على الحزب اللي يريده ويخليه بالصندوق، وبعدين مفوضيه الانتخابات حسمه النتيجه خلال يوم، بيوم واحد. زين شنو اللي يمنع الجماعه؟ اوكي انت تريد تشكل حكومه وانت تريد تظل لازم الحكم، انت شو يمنعك من انه تسوي عمليه بسيطه من هاي مثل هاي العمليه؟ وانت باقي، انت باقي بالحكم، شنو اللي يمنع؟ هو الامر مو بيديهم، الله وكيلك، يقول لك رتبوه الصوم مشات، وهم ايضا
على حق بديه هم 15 سنه سارقين مئات المليارات اكثر من 1500 مليار خلينا نقول ما نقول 1600 و700 سارقيها يقول لك احنا امر عندنا امر جاينا من جهات خارجيه بان ندمركم بان ندوخكم نخليك تدوخ تدوخ ماكو ما تعرف راسك من رجلك ويستحق الشعب اللي يركض ورا لولا السلسله حاجه يجمع راح يتحمل عليه ان يتحمل كل شيء الجماهير اللي تركض ورا لولا عليها ان تتحمل استاذ عمر الو نعم ابو عمر من السليمانيه كان معنا شكرا لك معنا اتصال ابو ناصر من تركيا تفضل ابو ناصر انت بتركيا ابو ناصر البارحه اكيد شفت اللي صار بتركيا والانتخابات مقدما السلام عليكم وتحيه لحضرتك وقناه الرافدين حياك الله شنو رايك يعني اذا قارنت انت يعني انت عراقي وعايش بتركيا شلون شفت الانتخابات بالعراق اللي لغايه الان ما افتهمنا منها شيء مثل طبعا الانتخابات اللي سبقتها من العام 2003 ولغايه الان شلون شفت البارحه الانتخابات والله استاذ عمر بصراحه والله شاهد انا شفت عرش انتخابي مو شفت حزن انتخابي يعني وهي مجرد دعوه اريد اوجهها للحكومه العراقيه اقول لهم بس تعالوا شوفوا شلون جرت الانتخابات في تركيا وتعلموا منهم يعني بثمانية الصبح انفتحت ابواب مراكز التصويت وانغلقت بالخمسة العصر وشفنا شلون جرت عمليه التصويت بسلاسه وبهدوء وبدون اي مشاكل وبدون ما يوزع المرشح اي بطانيه ولا دجاجه ولا الباس ولا فانيله. نعم. وبدون اي اشكالات والشعب التركي اختار الشخص اللي يمثله اللي عرف بان هذا الشخص هو اللي راح يفيده ويحقق له اللي يتمناه. خليهم يجون ويتعلمون من جيرانهم يا اخي يا استاذ عمر. والله الفرق يعني اللي شفت الفرق بين الانتخابات العراقيه والانتخابات التركيه هو الناس اللي رشحت نفسها للانتخابات هنا بتركيا ناس جت لخدمه بلدهم وشعبهم. مو خدمة مصالحهم الشخصية يجوا خدمة المواطن التركي مو خدمة نفسه وعائلته وما سمعنا لا أي تزوير ولا حرق صناديق ولا عدو فرز يدوي وكل العالم تابع الانتخابات التركية لا دولة دخلت وظهرت النتائج بنفس الليلة وفاز أردوغان وطلع الشعب يحتفل وانتهت الأمور عندنا بالعراق قالت المرجعية قالت إيران إجا قاسم سليماني أصدر أوامره هدد نوري المالكي بحرب طائفية إذا ما انتفتوه وهنا تركيا الكل شاركوا وحسب ما ذكرت حضرتك يعني 90% من الشعب أكثر من 90% شاركوا بالانتخابات مو أقل من 20% يا أستاذ عمر يعني ناس تحب بلدها وتريد خدمة شعبها خلي يجون يشوفون خلي يجون يشوفون الفرق بين الانتخابات بالعراق والانتخابات التركية ونريد نسأل يعني هم شنو اللي قدموه للشعب الموجودين بالعراق يعني بنوا أعظم مطار بالعالم وكل العالم شافوا بنوا نفق تحت البحر بنوا مدارس بنوا مستشفيات عفدوا شوارع خلي يجي محمد إقبال خلي يجي يشوف المدارس في تركيا شلون قاعد تقدم الخدمة للطالب وللطلاب وحتى المهجرين حتى المهجرين تعال شوف شلون الاهتمام بهم هناك خل تجي هاي وزيرة الصحة عديلة حمود خل تجي تشوف المستشفيات هناك شلون تقدم خدماتها للناس وللشعب مو تستورد أجلكم الله نعال طبي ب 22 دولار خل يجون يشوفون يتعلمون الديمقراطية من جيرانهم هنا الموجودين خل يجون يشوفون شلون الشعب شلون طلع يحتفل وبقت الاحتفالات الساعة متأخرة من الليل وهاي دا نشوفها هسه اكثرها اني البارحه كنت حاضرها ودا اشوف الاحتفالات مال الناس شلون فرحانين وشلون مرتاحين لا اكو تفجيرات لا اكو تزوير لا جيب الصناديق لا ودي الصناديق لا احترقت الصناديق لا صارت يعني فد وضعيه سلسه وهدوء والناس مرتاحه وفرحانه واحنا عندنا والله العظيم يعني نقول مع الاسف هذول اللي قاعدين وجوه وسلطوا على رقابنا ورقاب الشعب كله دمرونا دمار يعني شنو الفرق بينكم وبين تركيا شنو الفرق بينكم بس اريد نفتهم الفرق انه هذول ناس يحبون بلدهم وانتم بعتوا بلدكم للاجنبي بعتوا بلدكم لايران خليتوا ايران تتدخل بكل صغيره وكل كبيره ما بيدكم امر ما بيدكم قرار ما تقدرون تصدرون قرار وهذا هو الفرق استاذ عمر نعم هذا اللي صار بتركيا يعني والله عرس انتخابي مريح مع الأسف انه اللي دي يصير هذا بالعراق ابو ناصر من تركيا كان معنا شكرا لك طبعا همدا اشوف مقاطع الفيديو الان يعني كيف انه الشرطه والقوات الامنيه تراقب
عملية الانتخابات عبر شاشات وكاميرات منتشرة في الشوارع التركية. أبو عبد الله من لندن معنا اتصال. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. حياك الله. أخي الله يبارك فيك أخي عمر، المشكلة يدور كلها في الاتباع الأعمى. أنت سألت سؤال أخ عمر من سليمانية، قلت هؤلاء يعني أحزاب إسلامية، يعني جماعة حزب الدعوة، يعني هم يعني المشكلة أخي عمر يدور كلها في التخلف والجهل والاتباع الأعمى. نحن ديننا دين الإسلامي، الله عز وجل عندما يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا الدين الجميل الدين الإسلامي يعني رحمة. هم المشكلة عندهم اتباع أعمى وتخلف وجهل وحقد طائفي، فهذا هذه مصيبة حزب الدعوة والأحزاب جماعة السستاني، يعني وهذه التناقضات يا أخي عمر الذي عندهم، أنا برأيي تناقضات بسبب من كثر اللطم على الرأس، صار عندهم تخلف بالعقل، صار خلل بالعقل، يعني من جهة يعني السستاني لا يطلع حتى يصدر شرير صوتي أو يخرج حتى فيديو أو يعني واحد يعني يثبت كلامه، يعني مكتبه يقول لا تقولوا إخواننا السنة قولوا أنفسنا، ومن جهة يقول صوته فقط القائمة الشيعية، يدعم الحزاب الشيعية، ويعني المالكي أيضا يقول يعني يقول نحن لسنا طائفيين، وفي شريط يعني كلامه يثبت صورة وصوت يقول نحن أخذنا الحكم وما نعطيها. والآن المصيبة الآن أطلعوا لنا مقتدى الصدر مسكين، هذا حتى لا يعرف يتكلم يا أخي، في شريط صورة وصوت يقول إذا أنت ماشي طريق لما يعني لا ترجع روح مكانك، يعني حتى ما يعرف يتكلم. فأنا أخي عمر يعني الانتخابات التركية الفرق، شوف يعني أردوغان يعني ماذا فعل إلى يعني نرى صورة وصوت، يعني نرى الأحداث، يعني الناس يرى ماذا فعل لبلد، أما اللي عندنا مصيبة كارثة، وهذه الكارثة إذا 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 يعني هذا التقليب الأعمى سيسبب لهم هم، يعني حتى المحافظات الجنوبية يعني عندهم ما عندهم الماء النظيف، ما عندهم الكهرباء، يعيشون في فقر، وعراق تحته ثروات هائلة. ف يعني عندما تقرأ الموروث الإسلامي، يعني إمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما تقرأ سيرة الصحابة، يعني عندنا مثلا يقول القوي عندكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، وضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. فهنا يعني سرقوا، أتوا بناس على أساس هم يعني أدري بعد 15 يعني سنة يعني ما يتعلمون، هم كانوا عايشين برا، ما نجحوا في أي شيء، لا بالانتخابات اللي توصلهم للسلطة، لا في إدارة وزارة، لا في إدارة بلدية، لا في إدارة تعليم، لا في إدارة صحة، يعني ما معقولة يعني كأنه مو كأنه هذا الواقع الحال، يعني هم جايين لبرنامج تدمير هذا البلد. أخي عمر مثل ما قلت السبب كلها، يعني حتى إذا هو بروفيسور أو دكتور أو مثلا درس برا، التقليد الأعمى هو الذي يسبب هذه الكوارث. لو يعني فقط الله عز وجل عندما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، لو يتبعوا العلم الإسلام، لأن الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله ما أرسل محمد لتعذيب الناس مثل ما يقول قيس الخزعلي هؤلاء الأحفاد أولئك الأجداد، يعني كل هاللطميات حتى يعذبوا أنفسهم، هذا ليس إسلام. الإسلام يعني عندما تقرأ الصحابة فتحوا الكوزان شرقا وغربا، تركيا لم يكن مسلمين، يعني الصحابة لما فتحوا تركيا الأتراك لما أصبحوا دخلوا الإسلام، أيضا الدولة العثمانية كانت تفتح البلدان شرقا وغربا. هذا الذي يتبع منهج القرآن والسنة لا يعذب أحد، الذي يتبع القرآن والسنة لا يسرق، يعني يكون عنده رحمة. الله عز وجل يقول ما أرسلناك رحمة للعالمين، سيكون رحيم للناس، مو يعذب أطفال أبرياء وأيتام، يسرق خيرات الأيتام والأرابل، يعني هذه كارثة. هذا ليس منهج الإمام علي ولا حسين، فيجب الأتباع السستاني وغير السستاني أن يتركوا هذا المنهج ويتبعوا الإسلام الصحيح حتى هم يرتاحوا، حتى الله يرضى عنهم، وحتى الناس يرتاح. نعم، أبو عبد الله من لندن كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ رسالة الواتساب، يقول: السلام عليكم أخي عمر، أنا عمر السامرائي في تركيا حاليا. يقول أخي: حكومة إيرانية في العراق، والله تعبنا. رسالة أخرى يقول: الفرق بين الانتخابات التركية والانتخابات في العراق هو أن الشعب التركي متمسك بوطنه ومتفاني في حبه، أما في العراق الشعب العراقي المغلوب على أمره قد فرط بوطنيته كما يقول، ومصلحة وطنه لصالح الأجنبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله ابن ميسان. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، والله العظيم الوضع في العراق ده يزداد تدهور يوم بعد يوم، والمسؤولين حايرين بالبوق بس. رسالة أخرى يقول: أخ عمر، ما الفرق بين تركيا والعراق؟ لكن ما عندهم عمايم وتجار دين ولصوص وأصحاب عصابات وتجار مخدرات وخطف وميليشيات تسرق وتخطف في النهار، هل هذا شعب يستحي؟ ألا يخجل من الشعوب وصار مهزلة بس نفاق وغدر ولطم وبشي؟ الله أكبر عليكم، كما يقول في رسالته. يعني احنا الموضوع اكو اتصال، ناخذ اتصال. عبد الله من البصرة، تفضل عبد الله من البصرة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا عبد الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وربي يحفظكم. حياك الله، يا هلا بيك. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. يا اخي احنا ليش نقارن نفوي الدول؟ احنا يعني بالنسبة للدول صفر بكل جميع جوانب الحياة، مو بس بالانتخابات. نعم. احنا نقارن نفسنا بتركيا، تركيا وين؟ واحنا وين؟ احمد ابوه. نعم. يعني أين السرية وأين السرية؟ لا، دولة مجاورة، دولة مجاورة، دولة مسلمة، دولة ما صار لها 15 سنة من نهضة، 15-16 سنة من نهضة، نهضة حقيقية، فترة متقاربة. شنو المانع يعني؟ يعني ماذا نحشي إحنا على بريطانيا ولا على أمريكا؟ دولة مجاورة لك، يعني انتخابات ما قدروا ينجحون بها الجماعة، انتخابات اللي هي بمصلحتهم وتوصلهم للسلطة. تفضل عبد الله. صحيح حسين، دولة مجاورة، مو احنا عندنا دولة مجاورة ما مسلامية. نعم. وصدنا مو هي دمرتنا من 2003 ولحد الآن، هاي الدولة تقول عليها مجاورة. نعم. فمو كل دولة مجاورة هي صديقة وصالحة، مو. نعم. احنا وصدنا هاي إيران، هي هاي الدولة المجاورة تقول عليها، هي هاي الدولة مجاورة. أنا دبك شيء تقصد. نعم. تقصد تركيا، بس انا اقول لك انت جبتها على المجاوره، هاي المجاوره احد الدول المخربه اللي بصفنا من الشرق، اللي دمرونا بنون بلول اول. نعم. ما زرعوا الطائفيه، انهم جابوا الميليشيات، انهم اللي سووا انتخابات، يحرقون صناديق، يجيبون صناديق ويودون صناديق، يروحون واحد اللي يريدون العامل وغيره، وينزلون الوطني ويكتلون الوطني ويروحون. نعم. الحشاك الحراميه، هم هذول، هاي الدول المجاوره هي هاي دمرت العراق. وللعراق بلد واحد، بلد مسلم، كلهم فوان وكلها مطهرة، هي دمرتنا. لا تفيد بعد انتخابات الله وكيلك، ولا تفيد ديك شيء، يراد لك كنسة زينة وتنظيفة زينة، يلا نرتاح من هذول العمايب. ولا هذا ضدك، احنا من دين هسه بعد يسمعني يقول هذا بعثي، هذا مش، لا والله مواطن عادي فقير. نعم. بس انا شبت بلدي مظلوم ومتأخر ومن جمهور زين، يعني لا من السرقات، من الفساد، من القتل، من الطائفيه، الوطني بيعدونه، اللي يشتغل زين يكتلونه، هم هذول. فانا محترق قلب على بلدي، انا عراقي والوطن هو الام يا استاذ عمر. نعم. برايك الجماعه يتعلمون من هاي التجارب؟ لا، ما يتعلمون اخي، هم ما اجوا بثوره، اخي جابوهم امريكا وايران وقعدوهم، من قعدوهم غير الحمد لله ويشكرونه حتى الشعب شوي يرتاح. لا، هم بالعكس ما شايفين يا أخي ما شايفين. يعني يا أخي شوف بس شوي، اسمحني أكو مقال. نعم. الإمام علي يقول: اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت، لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت. نعم. ومدوري وانت أنا أكوناك في الدول الخارج، هذا الجابع السياسة شمتوا، هذا بلد، هذا العراق وطني الكل، ليش يجيس دمرتو؟ والله ما تجيب. نعم. شارع زين. أبو عبد الله، أريدك تبقى وياي. عندنا مقطع فيديو دقيقتين أو أقل من دقيقتين لتجريف بساتين النخيل في محافظة البصرة، نريد نشوفه أنا وياك والمشاهدين،
وبعدين تعلق لنا علي يا بالله بما انه انت من البصره نستغل وجودك ويانا ناخذ المقطع اخي المخرج. قدمنا طلب السيد الوزير وابن العراق ابن الوصرة السيد وزير النفط، هو قال انا راح ازرع مليون نخلة بالعراق وبالبصرة بالذات مليون. هسه تتجرف هاي البزاتين العامرة، هاي ثروة بلد، انا شت كل مسؤول عنده غيرة على هذا البلد، عنده غيرة، عنده اخلاق، لا ينزعون اخلاقهم، لا ينزعون ثقلتهم، لا ينزعون امورهم. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل ما النفط ثروة فالزراعة ثروة، النخلة ثروة، ليش هاي الجريمة؟ ليش هاي هذا التخريب باقتصاد البلد؟ غير راضي في هذا التعويض ومجبر إجبار قصري، والآن يجرفون بالبساتين رغما علي، والفلاح اللي ما قبل في الوقت اللي تم التعويض فيه زجر في السجن تحت ذريعة 4 أرهاب. وهذا شيء غير مقبول، فيجب أن الحكومة أن تلتفت التفاتة صحيحة لتنقذ الفلاح من هذا الواقع. نعم عبدالله البصرة، شفنا المقطع، أرجع لك بس أكو متصل من النجف أبو أحمد، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد ألو. تفضل أبو أحمد. ألو أسمعك أبو أحمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. موضوعك هاي مقارنة بين تركيا والعراق. نعم. أسألك سؤال أبو حضيك، احنا عندنا حكومة عراقية؟ نعم. لو احنا جوا ايد استعمار، جوا ايد احتلال أبو أحمد انقطع الاتصال، يعني بلكي يرجع معنا أبو أحمد حتى يستكمل فكرته. نعم عبد الله من البصرة، شفنا المقطع، تجريف بساتين في محافظة البصرة، وشفنا كيف الرجل هذا الكبير مزق ثيابه حزنا على النخيل، وآخر يقول مثل ما أنه النفط، طبعا المنطقة على أساس أنه فيها نفط وردين يقبون على النفط قريبة عليها، وحامد الساعدي، حامد الساعدي بالضبط، وهو رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، قال اللي ما قبل يخلي البساتين مالته أخذوه وحبسوه تحت 4 إرهاب. أريد تعليقك أنت من البصرة عبد الله، تسمعني عبد الله؟ عبد الله من البصرة ويانا لو انقطع الاتصال. عبد الله يبدو أنه انقطع الاتصال مع عبد الله من البصرة. شاهدنا هذا المقطع أعزائي المشاهدين، وتصريح واضح لرئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة، قال هناك من الفلاحين من تم القبض عليهم وحبسهم تحت المادة 4 إرهاب. 4 إرهاب يعني بستانة ونخلة، ويرفض أنه يتم تجريف هذه البساتين. لا أنت إرهابي، تخالف الحكومة، أنت إرهابي، يلا حطوه بالسجن. نقرأ بعض رسائل الواتساب إذا ماكو اتصال. منو معنا؟ أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. أبو علي معكم، تحياتي لك وكل المتصلين. والله دائما من البصرة بتشوني، والله العظيم أنا ما حبيت أتصل لأنه نفتح مجال للآخرين. أقول لك عزيزي وحبيبي بالنجف، ما عندنا حكومة عراقية بس عندنا شعب عراقي. نعم. يعني إحنا أنا مع احتراماتي أنا أعتذر على شعب العراق، يعني شبيك فكر، لا إحنا أحسن من تركيا، احنا انتخاباتنا
كل الزينه، احنا بالقوه نجيب العالم تنتخب بالمحل البندقيه بظهره ونهجره بالقوه. احنا كل شيء عندنا بالقوه. يا اخي فكر، ليش ما تغار من غيرك؟ انت من شوف جارك وضعه زين، ليش ما تفكر؟ انت يا اخي انت لو تروح تشتري لك سياره، احنا ناقصتنا الوطنيه، احنا ما عندنا حب للوطن. كل العالم اذا مو تابع ظهر هاي ايران او تركيا، اذا مو تابع ظهر ايراني ما يخلوه ينتخب، واذا مو تابع ظهر تركي ما يخلوه. احنا ليش ابوه هو من اربيه عربي، هو اصلا يقول انا ايراني ويفتخر. عندك وزيرة الخارجية، احنا مشكلتنا ما عندنا حب لهذا البلد، احنا ما عندنا حب يا جماعة، احنا ما عندنا وطنية. خل جزء يزال عليه العالم. يعني ابو علي خلي كل واقعيين، يعني الشعب مغلوب على امره، بس اللي اجوا مع المحتل ويعني دي يستخدمون الحديد والنار مع كل من يعارضهم، اللي يطلع مظاهرة إرهابي واللي يطالب بحقه بعثي واللي إلى آخره داعشي، يعني الجماعة الأمريكان معهم والإيرانيين معهم ودي يقمعون بالشعب. ألو. نعم أبو علي أسمعك. سلام. لا إحنا من مو كل شيء أعلم، سامعنا على خلفك. اختلفك، احنا مو محتراماتي، احنا مو مجموعه ارامل وايتام محتراماتي للارامل الايتام، احنا مو مكمل. انا علمنا، انا عندنا عباره، انا عندنا تاريخ. يعني اليوم اكو، يعني انا اسالكم بالله، يجي انسان طائفي يحكم ويقول انا وطني؟ لا، انا اقول انا ابني كم من كربلاء، اكثر العالم يروحون لين هذا الشيعي وهذا السني ولين هذا من عشيرتي ولين هذا. انا اقول واقعي، أنا من عائلة كبيرة، أنا من عائلة معروفة، يجون بالانتخابات الشيوخ وغيرها. يا أخي في هاي الانتخابات بالتدوير وبالقوة وبالدولار. لا. شفت هذا الرجال اللي حصل له 50 مدري 60 ألف دينار وراح باع وطنه بتاير؟ أنا ما عندنا وطنية، احنا ما يهمنا. واكثر بعض الاخوه اللي اتصل البارحه من ابو غريب، والله احنا بخير وعندنا مي وعندنا كهرباء. وين في الشارع هذا ابو غريب ما عنده مي؟ اول منطقه في العراق اطراف بغداد هي ما عندها مي. شو اسمه ابو غريب؟ يا اخي احنا لو عندنا وطن مو مشكله، وياك انا اقول مغلوب. طارق 15 الى متى؟ لا عدل، والله خلي الحكومه ترتاح، واحنا يعني احنا احسن شعب، احنا مضحين الحكومه مالتنا مرتاحه واحنا شبعان ضيم. اشكرك ابو علي. وانا اشكرك عمي. اشكرك ابو علي من كربلاء. ابو احمد من النجف عاود الاتصال معنا، تفضل ابو احمد. ابو احمد تسمعني؟ الو. تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر، مقارنتك بين انتخابات العراق وبين انتخابات تركيا. نعم. تركيا حكومة تركيا وسياسية تركيا، احنا ما عندنا رجل سياسي من الحكومة العراقية هو عراقي. نعم. الو. اسمعك ابو احمد اسمعك. تفضل. نعم ابو احمد. الو. اسمعك واضح ابو احمد. تسمعني؟ ابو احمد. هناك مشكلة في الاتصال مع أبو أحمد. خلونا نقرأ في الدقيقة الأخيرة رسالتين أو ثلاثة. يقول أخي عمر، البلد يقوده ويسيره قاسم سليماني والسياسيين ملتهين بالنهب والسرقة. أنا من ناحيتي كبرت 4 تكبيرات على العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو عبد اللطيف عراقي من مدينة الموصل، مقيم في تركيا. رسالة أخرى يقول الآن جاء الدور على باقي المحافظات بعد أن دمروا الأنبار ونينوى، ما ذكر اسمه. في واحد أرسل رسالة تهكمية يقول حيدر العبادي، سنحصر السلاح بيد الدولة، احصر الأسئلة مال سادس بعدين احصر السلاح بيد الدولة. ومعروف اللي صار، هاي موضوع هم راح نتحدث عليه في حلقة باشر إن شاء الله، موضوع تزوير وتسريب الأسئلة الامتحانية ووزارة التربية لما قررت إعادة امتحان مادة الإسلامية ووقعوا بها الطلاب المساكين في هذا الحر. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، التي تحدثنا فيها أو حاولنا المقارنة ما بين
الانتخابات في العراق والانتخابات التي حصلت في تركيا يوم أمس، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.